مساء الخير ورمضان كريم. يقول جبران خليل جبران: الحياة رحلة قصيرة لا ينبغي أن نهدرها في الحقد والخلافات، لذلك تسامحوا. يقول: تسامحوا، تقاربوا، لأن العمر لحظة، كلنا سنرحل وسنفترق عند الرحيل. أهلا وسهلا بأحبتي في برنامج الملياردير على شاشة الرابعة، وإن شاء الله تكونوا مستأنسين جميعا بهالبرنامج في هالشهر الفضيل. أول ضيف معنا بالحلقة هو دكتور محسن الحمداني. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا دكتور. الصحة الأحوال، مبارك إن شاء الله بخير. الله يسلمك. شرفتنا من الموصل. من الموصل. أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل. الله يخليك. تفضل. شرفت يا دكتور. رمضان كريم. الله يسلمك علينا وعليكم إن شاء الله. الله يخليك. ينعاد عليكم دكتور الصحة محسن والعافية. دكتور محسن دكتور في القانون. نعم. ومشاور قانوني في البنك المركزي. نعم. يا ريتك كنت مشاور قانوني ببنك المركزي بلبنان. ممكن. ممكن إن شاء الله. طمنا كيف الشغل؟ والله الحمد لله الأمور تمام. لكن انتبه، هذه مشاور قانوني بالبنك المركزي بده يكون واحد حريص جدا. أكيد أكيد. نحن تعلمنا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كيف الأمور عندك؟ والله كيف الحمد عم تقضي لله. كيف عم تقضي هالأيام بالشهر الفضيل؟ والله الحمد لله، يعني رمضان أجواء جميلة. أجواء جميلة. أو يعني اللمة العائلية بالعراق يعني. بالضبط، يعني رمضان عندنا غير شكل، في طعم خاص. نعم. يعني اللمة العائلية. حلو. وكأنما يعني حياة جديدة. صحيح. يعني واحد يسوي ريفريش. صحيح. الحياة جديدة حتى يستقبل الأشهر البقية. ما هو شهر تأمل وشهر هيك صلاة وشهر مصالحة مع الذات مع. بالضبط. مع رب العالمين. بالضبط. دكتور بالضبط. يعني ما بدنا نحكي هواياتك، كرة قدم، سباحة، متزوج؟ متزوج الحمد لله. شو عندك أولاد؟ عندي 3 صبيان بنات. شو؟ لجين بنت. ايه؟ واثنين صبيان، نبراس والمهاب. نبراس. أبو. نعم. نبراس أنت؟ أبو نبراس. أبو لجين؟ لا نبراس وما نفس الشيء. نفس الشيء. يا حبيبي أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. 16 سؤال إلى المليار دكتور. نعم. بتمنى أنه تسحب قد ما فيك إلى المليار. والله إن شاء الله. بتمنى. وهيك أنا فرحان فيك. الله يسلمك. في عندك هي 4 مراحل. نعم. أول مرحلة سهلة، 4 أسئلة سهلين، بعدين بتصير تصعب، بعدين إحنا بنعطيك خيارات في فئات. يعني مش مثل المسابقات الباقية نعطي سؤال ما بيعرف المتسابق شو هو، لا هون بتختار الفئة، مثلا بدك فئة فن، بدك فئة رياضة، بتختار الفئة، نسألك سؤال من الفئة اللي بتختارها. نعم. في 3 وسائط مساعدة. نعم. وسائل مساعدة نسميها، في عندك تبدل سؤال وهي ببلاش، أو تشتري بعدين، تشتري حذف إجابتين، أو بتشتري تبديل سؤال. فيك تتوقف عن المسابقة لما بدك، إنما بتقلي قبل ما أطرح عليك السؤال اللي أنا توقفت أخذت المبلغ. نعم. وفيك كمان أو لازم إنك تثبت ربحك على مبلغ معين حتى ما تعود تخسر وتنزل تحت هذا المبلغ. واضح. في شيء أوضح من هيك؟ واضح. بدك نبدأ؟ نبدأ على بركة الله. إذا نبدأ مع الدكتور محسن الحمداني والملياردير. نبدأ بالسؤال الأول دكتور. ممثل عراقي أدى شخصية أبو كرش. طلال هادي، إحسان دعدوش، علي جابر، ميثم صالح. أبو كرش. الإجابة الثانية إحسان دعدوش. إحسان دعدوش. أبو كرش. أبو كرش. أبو كرش. تذكرت مظبوط. الجواب صح. لو أنه أنا كنت شاكك بعلي جابر. على كل حال السؤال الثاني، ما هي جنسية اللاعب أيمن حسين؟ قطري، عراقي، إماراتي، سعودي. عراقي. عراقي. إن شاء الله هداف آسيا. كيفك بالرياضة؟ والله زين. زين. معلومات زينة بالرياضة. معلوماتك. بتمارس الرياضة شيء؟ يعني حاليا الدراسة شوية ماخذة من وقتي لأن أنا طالب كلية الآداب قسم الترجمة. هلا دكتوراه قانون
ورحت الى الاداب. نعم وراح اخلص هاي السنه ان شاء الله. يلا موفق ان شاء الله. الله يسلمك استاذ. جواب صح عراقي. سؤال ثالث، ما هي اكبر دوله في العالم من حيث عدد السكان؟ امريكا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبيه. الجواب الثاني الصين. يعني لو مثلا حطوا لك الصين والهند ممكن تصير. نعم ممكن تصير تفكر. اتصور في بس ما فيك تفكر. نعم. بدك تقول الصين. اكيد. يلا منيح الصين جواب صح. سؤال المليون، ما هو العضو الذي يقوم بتخزين السكر الزائد عن حاجة الجسم؟ القلب، البنكرياس، الطحال، الكبد. البنكرياس. لا لحظة انتبه. انتبه. ما هو العضو الذي يقوم بتخزين السكر، بيخزن السكر الزائد عن حاجة الجسم؟ يعني مش بسيط جدا السؤال. لا الإجابة الرابعة. الكبد. 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 نعم هو البنكرياس. مظبوط له علاقة بالسكر، بس البنكرياس يفرز الأنسولين. نعم إنما الكبد هو الذي يحفظ السكر الزائد. الجواب صح. صح. صار معك مليون. نعم. تعرف لما كنا نقول صار معك مليون شو يعني؟ كان شيء يخوف. أكيد. تخيل مثلا مليون دينار لما كان الدينار بثلاث دولارات. صح. صار معك مليون. هلأ أنت دخلت بالمرحلة الثانية، اعتبارا من بداية المرحلة الثانية بنصير نعطيك خيارات بالفئات، في 9 فئات. أنت قبل كل سؤال بتشوف فئتين، تختار واحدة منهم، نطرى عليك سؤال من ضمن هذه الفئة إن شاء الله. أوكي. إن شاء الله. منتابع؟ نتابع. يلا اختار فئة من هالفئتين. أمثال معلومات عامة. خلني اختار معلومات عامة. معلومات عامة. سؤال في المعلومات العامة. أحد هذه الألوان ليس من ألوان قوس قزح. لا. الأزرق، الأخضر، البني، الأحمر. هذا السؤال قيمته مليونين. البني. الإجابة الثالثة. شو هو؟ البني. البني. نعم. مش موجود بقوس القزح. لا. نهائي. نهائي ما موجود. نهائي. نهائي. مش موجود نهائي. نهائي. والجواب نهائي. نعم نهائي. ايه الازرق الاخضر الاحمر. ايه الاحمر موجودين. البني. صحيح جواب صح. بس بدي الفت لك نظرك دكتور انه نعم. فيك تثبت يعني فوق المليون صار فيك تثبت توصل الى قاعده ما بقى تخسر يعني ما بتنزل تحتها، والا اذا ما ثبت ولا سمح الله جاوبت غلط تنزل للصفر. واضح. تحب تثبت؟ لا لسه لسه. بنختار فيها جغرافيا أم رياضة؟ رياضة. رياضة. يلا رياضة. كم مرة فازت سوريا بكأس العرب لكرة القدم؟ مرتين، ولا مرة، 3 مرات، مرة واحدة. سوريا ما فازت. ما فازت؟ ما فازت سوريا. هي. العراق 3 مرات. آخرها سنة 88 العراق. المغرب أتصور فازت، مصر فازت، بس سوريا بتقول ما فازت. ما فازت. متأكد؟ يعني إلى درجة كبيرة متأكد. نهائي؟ نهائي. ولا مرة؟ ولا مرة. والله يا دكتور ما بعرف شو بدي أقول لك، رح أعطيك الجواب بس بعد توقف قصير للإعلان. خليكن معنا حتى نعرف شو الجواب الصحيح.
نتابع مع الدكتور محسن الحمداني من الموصل. اهلا وسهلا فيك يا دكتور. الله يسلمك نور. الله يسلمك نور. الدكتور كان قدامه سؤال قبل الاعلان، كم مره فازت سوريا بكاس العرب لكره القدم؟ عنده 4 خيارات، مرتين ولا مره، 3 مرات، مره واحده هو قال ولا مره. قال ولا مره، كان معه 2 مليون دينار وطالع على 3 ملايين. خلينا نشوف اذا كان، انت شو رايك؟ جوابك صح؟ والله ان شاء الله. ان شاء الله؟ ان شاء الله. خلينا نشوف. مبروك. صح؟ صح؟ صاروا 3 ملايين. يلا منتابع. يلا. مرتاح؟ الحمد لله. اختار فئة من الفئتين. فن تاريخ. 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 كيفك انت والفن؟ يعني مو ربع كلش. قلنا طراب كذا ما. يعني نص بنص. نص بنص. شو بتحب تسمع مثلا؟ يعني مرات اسمع الناظم الغزالي. ام كلثوم. ايه. على القديم بعدك. ونجاة الصغيرة. ايه. اي اظنه ايه. طيب وغيره. وكاظم الساهر طبعا اكيد. كاظم ايه يعني. طبعا. كاظم الساهر. زيديني عشقا. زيديني عشقا. ليك طيب هلا بدنا نروح على السؤال. في اي مدينة عراقية وقعت معركة الجمل؟ النهروان، المدائن، الكوفة، البصرة. معركة الجمل. الجمل. شو عم تفكر؟ يعني استبعد المدائن. اوكي. وحتى النهروان. اوكي. يعني اكثر شيء الكوفة. ما بعرف، ما فيني اقول لك شيء. بعدك عندك وسائل مساعدة موجودة. اول وحدة منها فيك تبدل السؤال برياحة ببلاش. ما بيكلفك شيء. يعني نقول الكوفة، نتوكل على الله. ما بعرف، انت حر، انت حر، بس اذا كان غلط بعدك لا ثبتت ترجع للصفر. يعني حلو واحد يكون شجاع بس بده يكون حذر كمان. صح. خلينا نبدل السؤال. بدل السؤال. طيب قبل ما نبدل السؤال بدنا اذا بتريدوا خلينا نشوف الاجابه الصح. البصرة. شو كان صار فيك؟ اي والله هذا نهائي يعني؟ نهائي. حلف الفضول. حلف الفضول. ليك السؤال مش سهل. مو سهل. نعم. يعني يا سيدي خلينا نشوف الإجابة الصح. انت استبعدت عبد الله بن جدعان. أيوة. طلع هو عبد الله بن جدعان. بن جدعان. والله دكتور بصراحه كنت بتمنى انه مشوارنا يكون اطول من هيك. نعم. شو بدنا نعمل، انت جازفت. نعم. هيك بتحب المجازفه، مع انه حذرتك قلت لك بده يكون حذر الواحد، انما فرحنا فيك. الحمد لله. سررنا. وكل عام وانت بخير. رمضان كريم. تحياتنا للأهل وللموصل. يوصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام ابقوا معنا، فاصل إعلاني ثم منتابع مع ضيف آخر. أهلا وسهلا فيكم.
برحب فيكم جديد بهالحلقة من برنامج الملياردير على شاشة الرابعة، وبرحب أيضا بضيفي كريمي إجت من محافظة ديالى، هي أنغام التميمي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا يا تميمي. أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. كيف الأهل؟ طمنينا. الحمد لله. إن شاء الله رمضان كريم على الجميع. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. آمين يا رب. أنغام هي ماجستير علم نفس. نعم. كويس. حلوة حلوة هالوظيفة. وبعدين مرشدة تربوية. نعم. وين؟ في مدرسة متوسطة. متوسطة. نعم. ومبسوطة بشغلك؟ نعم إن شاء الله. بتحبي أنت علم النفس؟ رحت له برغبة، اختاريتها برغبة. نعم. نعم أحب علم النفس. ايه؟ والأحلى من المدرسة أني أشتغل ناشطة. ناشطة مدنية، منظمات مجتمع مدني. حلو. هذا الشيء أحبه بعد أكثر من المدرسة. طبعًا. أنا أحب أقدم الخير للناس. ساعدي برافو عليك. خاصة بهالشهر الفضيل هلأ. الله يعطيك العافية. الحمد لله. إيه إيه. سلام شكرا. فكرتي بالمليار؟ فكرت. 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 شو بتعتقدي؟ بصراحة بصراحة. إيه. أنا عندي المعنوي، الربح المعنوي يعني، والربح المادي نفس الشيء. فد مرة قرأت عبارة بكتاب خوارق اللاشعور للدكتور علي الوردي، يقول كل إنسان إيه؟ يشارك مثلاً برنامج أو يألف كتاب أو ينجز شيء. برافو. عنده غايتين أو هدفين. الهدف الأول مكسب مالي. والهدف الثاني لكي يشار إليه بالبنان، فلان عمل كذا، فلان أنجز كذا. حلو. صراحة أنا الهدف الأول والثاني عندي نفس الشيء. كلش يعجبني إنه الناس يقولون إنه أنغام وصلت، خاصة إن شاء الله أنغام توصل إلى المليار. إن شاء الله. يلا صلوا معنا، دعولة للأنغام. إن شاء الله أستاذ. خاصة أنا يعني ناشطة وعندي طلاب، أريدهم أكون قدوة إلهم. إضافة إلى هذا أنا ناشطة بالسوشيال ميديا، عندي متابعين ما يقارب 500,000 حساباتي. فهم يتأثرون بي، لازم أكون إنسانة ناجحة حتى الناس تقلدني بشيء مفيد. إن شاء الله. البركة فيكي، بتمنى لك التوفيق. عندك 16 سؤال إلى المليار، وفي عندك 3 وسائل مساعدة. ما تنسي، بتبدي السؤال أو بتشتري إجابتين أو بتشتري سؤال. بدك تثبتي، لازم تثبتي بعد ما تصيري فوق المليون، لازم تثبتي على مبلغ ما تريد تخسريه. بعدين فيكي تنسحبي إذا مثلا لقيتي حالك صار معك 250,000,000. تقولي بنسحب أنا قبل ما أطرح عليك السؤال. صحيح. إن شاء الله توصل. إن شاء الله أوصل. جاهزي؟ جاهزة. فإذا مع أنغام التميمي من محافظة ديالى والملياردير. أنغام، بالمرحلة الأولى هي 4 أسئلة سهلة بسموها هدية. نبدأ بالسؤال الأول. ما اسم الشهر الأول من السنة الميلادية؟ نيسان، أذار، شباط، كانون الثاني. الجواب رقم 4 كانون الثاني. كانون الثاني. نعم. يناير. يناير. جنوري. بالعراق بتقولوا كانون، كانون الثاني. الثاني نقول. إيه مثل عنا بلبنان بلاد الشام بقول كانون الثاني. نعم. بمصر بيقولوا يناير. يعني حسب. الجواب صح طبعا. هذه أول 100,000. إن شاء الله. سؤال 250,000. في أي نادي اشتهر اللاعب ميسي؟ ليفربول، ريال مدريد، برشلونة، أياكس، أمستردام. الجواب رقم 3 برشلونة. برشلونة. أي نادي إسباني. معلوماتك الرياضية جيدة؟ لا بأس بها، أنا أحب الرياضة، أنا متابعة جيدة لكرة القدم. حلو. برافو عليك. شو اللي بيخليك تتابعي انت بصراحه؟ انا مو من اليوم اتابع، منذ يعني كنت صغيره. الاهل الظاهر من سنه 98، كاس عالم 98 اللي اخذتها فرنسا، انا بديت اتابع كره قدم. هلو. بصراحه شو اللي شجعك؟ قولي اليوم. الوالد مثلا. الاهل. هي هوايه بصراحه. هواية. ما حد شجعني يعني، انا حبيت. جوابك صح، برشلونه. السؤال الثالث، أين يقع تمثال شهرزاد وشهريار؟ في حي المنصور، في شارع أبو نواس، في منتزه الزوراء، في حي الكرادة. جواب رقم 4 حي الكرادة. طولي بالي. كثير مستعجل. طولي بالي. ليش راكدي هيك؟ ها؟ أنت مش أنت من بغداد؟ لا من ديالى. إيه. بس أنا شايفته ماخذ صورة من جنبه. لا انتبهي، روقي شوي. شهريار. أين يقع تمثال شهرزاد وشهريار؟ حاطينهم مع بعضهم. في حي المنصور، شارع أبو النواس، منتزه الزوراء، حي الكرادة.
فكري اذا ما بتعرفي الزوره، انا كلها فارتها ما شايفتها بالزوره. اذا ما بتعرفي بدل السؤال اذا مش اكيده ما تتسرعي. تمام. ايه ما تتسرعي. شارع ابو نواس. نعم. شو شهرزاد؟ يعني كانه اللي حاطط السؤال عارفه سؤال سهل. هو سهل بس سبحان الله يعني ما عرفت ايهت. ما شفتي؟ اي شو بتعمل؟ حي المنصور. ما تقولي هيك. ها؟ ما تستي بتطلعي بعدك باول مسابقه. ترجعي للصفر وبنطلع بنقول لك رمضان كريم وانتهت القصه. حذف لي جابتي يعني. طولي بالك بالاول. ها. عندك تبديل سؤال ببلاش. لا هذا خليه بعدين. ما بصراحة تعرف أنا قرأت الأسئلة العالمية كلها. إيه؟ وعفت المحلية. لا ما تعوفي المحلية. هو أحسن يكون أحيانا يكون في سؤال كتير سهل واحد ما بيعرفه. لو كان عالم بكل من يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه. صحيح. يلا شو بدك تعمل؟ شارع أبو نواس. أبو نواس؟ إيه. شو ألهمك على أبو نواس؟ لان انا ادري ابو نواس قريب على الكراده، انا على بالي بالكراده احتمال على ابو نواس، ما هي من ذيك الصفحه شايفته. آه. فغيرت على ابو نواس. غيرت؟ اي. نهايه الكراده هو شارع ابو نواس. اي. فالظهر انا تيهت خربطت عندي المواضيع. شو بدك تقولي؟ ها؟ لا شارع ابو نواس. خلاص؟ خلاص. نهائي؟ نهائي. يعني الحقيقه بالمنصور تمثال ابو جعفر المنصور، الزوراء بها اول ما تدخل تمثال الحصان. اي الكراده بها كهرمانه، هسه ربطت ساحه كهرمانه بالكراده. والأربعين حرامي وال شويه عدد ذاكرتي. شارع ابو نواس. ليه ما قلتيها من الاول؟ بصراحه استعجلت اني قبل قليل قبل ما ادخل البرنامج قلت لك اني بي عيب انه بسرعه اجاوب بدون ما افهم السؤال. مو قلت لك هاي الملاحظه؟ اي فاني استعجل دائما. ما تستعجل ان شاء الله على الاسئله الباقيه اتأنى ابو على الخير. ما في اسئله ثانيه خلصنا. خلصنا؟ احلاها من خلصنا بتضحك. والله اهم شيء شوفتكم عادي حتى لو خلصنا. بدنا نقول لك شغله. ما تتسرعي. تمام. جوابك هالمرة صح. الحمد لله. أبو نواس. سؤال المليون. انتبهي. ما هي جنسية الشاعر أحمد شوقي؟ مغربي، تونسي، مصري، سعودي. شاعر أمير الشعراء مصري. شاعر لقب بأمير الشعراء أحمد شوقي مصري متأكدة. توفي في سنة 1932. إيه. مصري. متأكدة؟ متأكدة. واتكوني ها. لا أنا أحب الأدب. إيه بس واتكوني ما. لا 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 واثقة هالمرة. واثقة؟ واثقة مصري. طبعاً مصري. إيه. أمير الشعراء أحمد شوقي. إيه. الجواب صح. وصلت إلى المليون. الحمد لله. بعد المليون شوفي متى بدك تثبتي إذا بدك. إن شاء الله. إذا بدك. بهالوقت بدنا نروح إلى فاصل إعلاني ثم بنتابع مع أنغام التميمي. خليكم معنا. يعني بكثير من الحماس أنغام التميمي من محافظة ديالى بعد معنا وما شاء الله هيك طاحشي على المليار إن شاء الله. إن شاء الله. كيف معنوياتك هلأ؟ مرتفعة. أنت للعلم حتى ارتباك ماكو أستاذ. جاوزتي المرحلة السهلة. صار معك المليون دخلتي بالمرحلة الثانية. إن شاء الله. بهالمرحلة ما بنسألك أسئلة على مزاجنا. لا انت بتختاري الفئه اللي بتحبي انه نسالك اسئله منها. تمام. قبل كل سؤال نعطيكي خيار من فئتين بتختاري. ان شاء الله. في 9 فئات. اوكي. اوكي. ما تنسي وسائل المساعده اللي عندك. بعدهم 3 ان شاء الله. ما مسيتيهم؟ لا. تثبتي لما بدك.
اوكي جاهزه؟ اوكي اختاري فئه. امثال او فن؟ خليها فن. فن؟ فن. تحبي الفن؟ يعني ايه. شو انواع الفن اللي بتحبيها؟ احب متابعه افلام او افلام عربيه، طبعا ما احب هالقد الاجنبي، بس لا حظي طلع اجنبي. افلام عربيه بقى. اغاني ميوزك، انا اسمي انغام. إيه؟ احب الميوزك، اسمه على مسمى. ايه طبعا طبعا طبعا. شو بتحبي تسمعي مثلا؟ والله قديم، اذا تسالني اسئله قديمه اوعدك اجاوب، يعني من زمن ام كلثوم، عبد الحليم، محمد عبد الوهاب، اسمان. ايه اجاوب. ايه والله سيده فيروز. يعني ذواقه يعني. صباح. ايه قديم ذواقة. اسمع الحمد لله. وبالتمثيل بالسينما بالمسلسلات شو بتحبي؟ مسلسلات كثير يعني، شايفه مسلسلات يعني صور هسه الان اطلع ليالي الحلميه، تابعتها كلها. إيه. خمس اجزاء شفت. حلو حلو. الشهد والدموع، المسلسلات اللي كاتبهم انور. هل في شي فنان ممثل مثلا بتحبيه؟ فكاهي او فكاهي؟ درامي؟ والله هم اغلبهم زينين المصريين، خاصه الفنانين المصريين. إيه؟ عادل امام اتابع. عادل إمام. افلام. يوسف شعبان، افلام. إيه. عبد الحليم، افلام رشدة باضة، عمر الشريف وفاتن حمامة. إيه. اغلب الافلام. طبعا طبعا. إيه. طيب راح نعطيكي سؤال هلا بالفن. واحد زائد واحد مسلسل عراقي يجسد علاقة بين عدوين، شريكين، توأمين، حبيبين. واحد زائد واحد. لازم تكوني سامعة في مسلسل هذا عراقي. صراحة هو ايه انا سامعة بالممثل بالمسلسل بس ما شايفته كعنوان سامعة به، لكن إيه؟ كمتابعة بصراحة ما متابعته. ما تبعتي. يجسد علاقة بين عدوين، ما دام زائد، شريكين، توأمين، حبيبين. هو ما دام زائد اكيد مو عدوين، العدوين يصيروا سالم. صحيح برافو. ايه اي فلذلك يا اما شريكين شاكه او حبيبين، ممكن حبيبين. يعني اهم شيء ما تتسرعي. ان شاء الله. هاي نصيحتي لك اول شيء. واحد زائد لازم واحد. كل سؤال نبهك انه ما تتسرعي لانك انت من النوع اللي بيتسرع. ايه فإذا ما تتسرعي في عندك وسائل مساعدة بعد نبلشي. إذا مش أكيدي فيك تبدلي السؤال. واحد زائد واحد. نقول توأمين. بدك ما بدك تستعملي وسائل مساعدة؟ بعد عنا بكير على عنا كثير. ايه صحيح صحيح. توأمين. شو؟ ما اعرف بصراحة، ما متابعة المسلسل، قلت لك فقط سامعة عنوان. اوكي. لو منطينا مثلا ابطال المسلسل كان عرفنا. لو ما بي ابطال فقط عنوان. نقول شريكين جوز شركاء. واحد ما فيك تقولي. ها. تقولي هيك تخسري، بترجعي للصفر وبنودعك، بنقول لك كل عام وانت بخير. انت بالف خير. فيك تبدلي السؤال اذا مش عارفه. يا ريت فيني ساعدك انا. تمام نبدل السؤال. نبدل؟ اي خلينا نبدل لها السؤال بس خلينا نعرف الجواب. اي بدنا نعرف الجواب طبعا. توأمين. هلا اللي مش عارف شريكين بيزبطوا، حبيبين بيزبطوا، زائد واحد زائد واحد يعني. أيه. بيزبطوا ثلاثة. توأمين هم يزبطوا. بس توأمين. منيح اللي ما جاوبتي لأنك الحمد لله. أيه. يلا بعدك على المليون، راح نبدل لك السؤال إن شاء الله. رسام عالمي له لوحة ليلة النجوم. فان جوغ، رامبراند، سلفادور دالي، كلود موني. العالم الهولندي فان كوخ. فان جوغ. أي. نهائي. نهائي. رسام عالمي له لوحة ليلة النجوم. أي فان جوغ. كان معك مليون.
فان جوغ عطاكي مليون تاني. الحمد لله. منروح إلى سؤال تاني. اختاري فئة. معلومات عامة أو أدب؟ معلومات عامة. معلومات عامة. نعم. يلا سؤال بالمعلومات العامة. إن شاء الله. صوت أي من طيور يدعى الصفير؟ شو؟ نسر. النسر. الخفاش. النعام. الحمام. الحمام. متأكدة 100% النسر وجواب نهائي إن شاء الله. صفير النسر؟ إيه. صحيح أكو قصيدة تقول صوت صفير البلبلي، بس البلبل تغريد، هاي أصعب قصيدة اختاروها. إيه؟ للأسمعي. للأسمعي. إيه. بس صفير البلبل هو للنسر وليس للبلبل، التغريد للبلبل والهديل للحمام. خفاش ونعام مو متأكدة منهم. نعام والخفاش ما بعرف. لا مو متأكدة. شو بدنا فيهم؟ ها؟ شو بدنا فيهم على قولتك؟ لا النسر متأكدة إن شاء الله. نهائي. نهائي. النسر الجواب صح، صاروا 3 ملايين. فيك تثبتي إذا بدك. إيش قد صاروا؟ 3 ملايين. نثبت يلا. ثبتي؟ ثبت. ماني خسرانة شيء. ما خسرانة. ما هيك؟ على الأقل. نثبت. فإذا عصفور باليد أحسن من 100 مليار على الشجرة. حلو. ثبتنا لها 3 مليون لأنغام. أنغام؟ اختاري لنا فئة من هالفئتين. رياضة أم جغرافيا؟ جغرافيا أحبها، بس ما أعرف يا ترى راح أجاوب لو لا، بس أنا أحبها، أنا كنت أدبي. إيه. تحبي الجغرافيا؟ أحب الجغرافيا. تحبي تسافري؟ إيه. تشوفي هيك دنيا وعالم وكذا. أيه. وبلاد. بس للأسف لسه مو كثير سافرت بعد. ما سافرت كثير. إيه. منشوف سؤال لكن بالجغرافيا. إن شاء الله. كم يبلغ عدد خطوط العرض؟ 180 360 90 300. صراحة هو مر علي السؤال كثير، هم مر علي مر كثير. هيدي لشو عندنا يا بالجغرافيا يلا، بس من كنت بالابتدائي يعني قديم دارسته. تذكري ايه. حاولي. احساسي دا يقول على 360 خطوط العرض وخطوط الطول. 360 يعني على كل حال فكري وعندك وسائل مساعدة بعد. لا أتذكر الرسمة كان راسمين دائرة تصير بها خطوط طول وخطوط عرض. إيه صحيح. لا مو 360. مية وثمانين. نهائي. كم يبلغ عدد خطوط العرض؟ اي 180. 180. اي شوية عدد يعني ذاكرتي بعد يا ترى اصيل اخير ما اعرف، بس على الارجح 180. انتبهي. اي ارجح ولا بتجاوبي؟ لا اجاوب 180 ان شاء الله. ان شاء الله. نهائي. نهائي. ان شاء الله. صراحة مو متأكدة أنا. ليش جاوبتي؟ ما أعرف، هيك إحساسي قال وأنا مشيت ورا إحساسي. ما قلنا ما تتسرعي، بس منيح ثبتتي على 3 ملايين. ثبتت أنت على 3 ملايين. إيه. ما بعرف. بعدني أتسرع ما أعرف. شو شعوري؟ قديش نسبة؟ شعوري إنه صحيح، ما أعرف ليش. شعورك إنه صحيح؟ صح. شعور. والله عندك شعور يصيب دائما هيك. الجواب صح. صحيح. الحمد لله. الحمد لله. صاروا 5 ملايين. ما شاء الله. يلا. أنت مثبتة على 3 ملايين، ماشي الحال. الله كريم، ماشي. ما تنسي وسائل، ما تنسي وسائل المساعدة. اختاري فئة من الفئتين. سياسة أم تاريخ؟ أنا على الاثنين عندي اطلاعات. إيه محتارة شايفك. لكن السياسة ما أحبها. إيه. أحب التاريخ. أحب جغرافيا وتاريخ. ولو أنا هسه جغرافيا تعبتني يعني فكرت وكنت مو متأكدة، بس أحب التاريخ. يلا شو بدك؟ إن شاء الله سهل. تاريخ تختاري؟ أي تاريخ. تاريخ. إن شاء الله. سؤال بالتاريخ.
إحدى هذه المدن بناها الصحابي عتبة بن غزوان. البصرة، الكوفة، الكوت، كربلاء. والله السؤال قريته مو بزمن بعيد، يعني قبل أسبوع تقريبا. قريتي؟ إيه. قبل أسبوع؟ إيه. إعلامي نشر كل مدن العراق. إيه. وكل من يا مدينة منو بناها؟ سأفكر لأشوف. إيه. بس شنو؟ كلهن كانوا موجودات. مين بنا؟ مين بنا؟ ماذا بنا؟ أي مدينة بناها الصحابي عتبة بن غزوان؟ عتبة بن غزوان. أنا إحساسي يقول الكوت. ما أعرف عيني أول ما جتي على الكوت. إيه. اي والله وانا قلت لك قاري المعلومه ما اعرف ليش راوي انت اول شيء معك 5 مليون. لا استغفر الله، الثقفي يوسف الثقفي بن الكوت بنواصب ذكرته، الصحابي صحابي من الحجاز، حتى قلت من الحجاز بن الكوت ايش بيني وبين نفسي انا، لا مو الكوت اغير. اي خذي راحتك، فكري على مهلك، فكري على صوت عالي. احساسي رايح بين الكوفه وبين كربلاء، غيرت عفت الكوت، تذكرت انه الكوت لان قريت منه. ليكي انت بعد عندك فرصتين مساعده. هي يا بتشتري سؤالين، يعني بنحذف لك اجابتين، بتشتري اجابتين هي. او بتشتري سؤال جديد. نشتري سؤال، نشتري سؤال، يعني نبدل هذا. نبدل هذا. فإذا أعطونا الإجابة الصح إذا بتريدوا. بصرة. البصرة. زي ما قلت. رحتي على الكوت. بعدين بين الكوفة وكربلاء كنت خسرت. لا بس الكوت ذكرت الثقافية. يوسف الثقافي هي اسم. الثقافي لا. هو عمل واسط. عمل هي واسط نفسها الكوت. والله. محافظة واسط مركزها الكوت. إحنا ديالة مركزنا بعقوبة وهكذا. طيب رجعتي. إيه. لثلاث ملايين. اي لاني اشتريت. اي اعرف اللي اشتري يرجع. بنبدل لك السؤال. اي احدى هذه الدول قامت على ارض العراق. نعم. الحضر، تدمر، المرابطين، الانباط. جواب الاول الحضر. قامت بالموصل، تدمر بسوريا اعتقد. نعم. المرابطين. الأنباط والمرابطين لا مو بالعراق، الحضر بالموصل. الحضر نهائي. النهائي. مرابطين بالمغرب. بالمغرب. إيه. إيه. والأنباط أعتقد بمصر. أنغام. نعم. شفتي؟ إيه. يعني بدلتي السؤال. جاوبت. اشتريتي. ايه. رجعني لك الفلوس. عافية. رجعتي جواب صح. اي متأكدة الحمد لله. احسن ما جواب غلط. انغام برافو، صاروا 5 ملايين. هلا سؤال جديد اختاري فيها. معلومات عامة فن. معلومات عامة. عم تبعدي عن الفن. ايه. يلا معلومات عامة. سؤال بالمعلومات العامة قيمته 10 ملايين دينار. ما هي الدولة التي يحتوي علمها على رسم هلال ونجمة؟ الإمارات، الكويت، البحرين، الجزائر. الجواب رقم 4 الجزائر. متأكدي؟ إيه. البحرين علمهم أحمر وهيك شبيه، الإمارات والكويت تقريباً علمهم متشابهة خطوط شلون علم العراق بس بلا نجمات، والجزائر أتذكر حتى يمكن أخضر بالهاية شايفته. إيه. أنا أشجع منتخب الجزائر على فكرة. إيه جواب نهائي، أعرف علمهم إن شاء الله. مش الكويت؟ لا صاروا 10 مليون. صاروا 10 مليون؟ كيف عرفتي؟ متأكدة متأكدة. متأكدة إنه صاروا 10 مليون؟ متأكدة. ما بتسايرينها شوي؟ المشكلة يعني حافظتهم، الأعلام ثلاثة البقية أنا أعرف، أصلاً الأربعة الأعلام أنا أعرف شكلهم. يعني بتعتبري هالسؤال سهل؟ بالضبط. يجوز غيري يشوفه صعب، أما أنا لأن يمكن أشاهد كرة قدم وأشوف يحطون الأعلام والمنتخب. بس نحن خلص وقت الحلقة هلا. آه. شو بنعمل؟ على الحلقة الثانية عرف النتيجة؟
تبقي معنا على الحلقه بس الثانيه. بس الحلو بالموضوع راح اكون مطمئنه منها للحلقه الثانيه. لا ما فيني اقول لك الحلقه الثانيه، لانه اذا قلت لك تبقي الحلقه الثانيه معناتها الاجابه صح. راح اقول لك هلا الاجابه صح. الحمد لله. أنغام صاروا 10 ملايين، هودي معكي للحلقة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله. أحبائي انتهى وقت الحلقة، شكراً لكم على المتابعة، شكراً لأنغام اللي أسعدتنا بوجودها معنا، رح تبقى معنا إلى الحلقة المقبلة، بتأمل أنتم كمان انتظرونا، إلى اللقاء. شعور كلش حلو أن نشوف الأستاذ جورج قرداحي بالحقيقة فيس تو فيس. شعور لا يوصف بصراحة، لأن إحنا عرفنا الأستاذ جورج على مدى 20 سنة. صراحة ما عندي توتر ولا قلق، ما حسيت نفسي يعني من زمان أعرف أستاذ جورج، داخلة بمسابقات سابقاً، العلم أنا أحب هذا المجال، داخلة فعلاً مسابقات سابقاً. حضرت نفسي عن طريق جمع المعلومات ومتابعة القنوات التي تعني بالمعلومات. قرأت هواية واطلعت، والحلو بالموضوع أنه أكو معلومات ناسيها ذكرنا بيها الأستاذ. شكراً لقناة الرابعة ولشركة فيكات. جاهزة للحلقة القادمة إن شاء الله، وأجاوب على الأسئلة.